تسوية نهائية بين وزارة التجارة في إقليم كردستان ووزارة التجارة الاتحادية تمثلت بموافقة الشركة العامة لتجارة الحبوب بشراء 700,000 طن من حنطة الإقليم. تأخر تسويق حنطة الإقليم أسبوعين نتيجة عدم الاتفاق بين الطرفين على كمية الحنطة المنتجة، إذ طالب الإقليم بدعم 1,000,000 طن من الحنطة، فيما وافقت وزارة التجارة الاتحادية على نصف الكمية بداية الأمر، لتنتهي المفاوضات بالموافقة على تسويق 700,000 طن. حددنا الكميات ب700,000 طن وفقا لكميات استلمناها في محافظات الجنوب اللي هي 9 محافظات، استلمنا 21%. اعتقد اني تحدثت بها تطلع 605,000. احنا حددنا للاقليم مثل ما كربلاء استلمنا 40% زياده عن العام الماضي، ضفنا ال 40% زياده العام الماضي لكربلاء الاعلى الى اقليم كردستان، كانوا مستلمين 500,000 في 40% 200,000 طن، صارت 700,000 طن. وزارة التجارة أكدت إنها ستطبق خصومات في حال وجود شوائب أو تلف في محاصيل الحنطة المستلمة، وطالبت سلطات أربيل المعنية فلاحي الإقليم بضرورة الإسراع بتسليم الحنطة في المواعيد المحددة من قبل سايلوات أربيل بغية تسليمها للشركة العامة لتجارة الحبوب في أقرب وقت. الفلاحين مالتنا بعضهم ما ملتزمين بموعدهم لمجيء للسايلو، نطلب من الفلاحين ملتزمين بموعدهم اللي حددوها المواقع الزراعية في اقليم كردستان. وزارة التجارة العراقية دأبت منذ سنوات على دعم الحنطة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبدعم الزراعة في البلاد، وحددت هذا العام 850,000 دينار للطن الواحد مع التسليم الفوري لمستحقات الفلاحين في ذات يوم تسليم الحنطة التي بلغ إنتاجها نحو 6,000,000 طن في مجمل البلاد، بزيادة بلغت 800,000 طن عن الموسم الماضي. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.